أسعد الله أوقاتكم أحبائي، كيف حالكم؟ اليوم سنبدأ درسا جديدا من دروس اللغة العربية، درسنا من المحور التاسع الفكاهة والمرح، الدرس 27 أشعب والإوزة. في نهاية هذا الفيديو يصبح المتعلم قادرا على أن يقرأ صورة ويحدد محتواها ويجيب عن أسئلة حولها، يغني مخزونه اللغوي بالمفردات والتعابير، يحاكي طريقة المعلمة النموذجية في القراءة مراعيا علامات الوقف ومخارج الحروف، يفهم النص فهما مفصلا ويجيب عن أسئلة حوله. أحبائي، قبل البدء بالدرس أود أن أذكركم ببعض الإرشادات والتعليمات. نجلس في مكان هادئ، نلاحظ الصور جيدا لقراءتها والتعبير عنها بلغة صحيحة، نصغي جيدا إلى شرح المعلمة للإجابة عن أسئلة في فهم النص. أحبائي، انظروا إلى هذه الصورة جيدا. أين يجلس هذا الرجل ومع من؟ أحسنتم، يجلس وحده أمام المائدة. ماذا يأكل؟ يأكل رجلا دجاجة أو ربما رجلا إوزة؟ نستمع إلى القصة لنعرف الإجابة. والآن أحبائي، نفتح كتاب القراءة صفحة 176. أشعب والإوزة. كان أشعب شريها نهمة، وكانت امرأته تحاول تخفيف تعلقه بالطعام والشراب فلم تفلح. ذات مساء تلقى أشعب وزوجته دعوة إلى العشاء في بيت أحد الكرماء، فلم يصدق أنه مدعو، وقال لزوجته: عزيزتي، دعي ترتيب المنزل جانبا وأسرعي في ارتداء ثيابك كي نلحق بركب الآكلين، وإلا فوتت علي فرصة ذهبية. ولبس أشعب أفخر ما عنده من ثياب وتعطر وخرج مسرعا صارخا في زوجته: هيا، لقد تأخرنا. وصل أشعب وزوجته إلى دار الكريم فلم يريا أحدا. عندها قال لزوجته: ألم أقل لك، ها قد أكلوا الطعام كله وذهبوا. وفيما هو في غم وحزن سمع صوت مضيفه يقول: تفضلا، أهلا وسهلا، إنكما أول القادمين. ومشت زوجته على استحياء، وهرع هو إلى المائدة وجلس في رأسها منتظرة. ودخل النادل يحمل إوزة مشوية مسمنة محمرة يسيل لها اللعاب، فاشرأبت عنقه إليها، ولم يكد النادل يضعها في قصعة كبيرة على المائدة حتى اشتد بأشعب الجوع وشعر بألم قارس فكاد يغمى عليه، وامتدت يده بسرعة إلى الإوزة لتسحب إحدى رجليها وأسقطها في فمه غير عابئ بحرارتها الشديدة والتهمها. عندما دخل الضيوف وعمرت المائدة، أخذ رئيس الطهاة يشرف على توزيع الطعام في أوان من الخزف، ولما أراد قطع الإوزة وجد أنها برجل واحدة، فسأل: أين الرجل الثانية؟ تعجب الطهاة من سؤاله وحاروا في أمرهم، ولكن أشعب سرعان ما وجد الجواب فانبرى قائلا: ألا تعلم يا سيدي أن الإوزة يكون برجل واحدة؟ فأجاب رئيس الطهاة: هذا غير معقول. قال أشعب: انظر إلى الإوز في الصورة المعلقة على الحائط،
ألا تراه واقفا على رجل واحدة؟ ابتسم الرجل ابتسامة العارف بسر الرجل المفقودة وانصرف إلى تقطيع الإوزة وتوزيعها حصصا على المدعوين. اليوم سنقوم بتحليل أسئلة في الفهم وشرح المفردات الجديدة الواردة في القسم المشار إليه بالأحمر. نبدأ بشرح المفردات. فوتت علي فرصة ذهبية. نلاحظ أن أشعب قد دعي إلى مأدبة عند رجل كريم، والكريم يضع الكثير من الطعام أمام المدعوين، وهذا ما يسعد قلب أشعب، فهذه الدعوة تشكل فرصة ذهبية له، أي فرصة كبيرة وثمينة، لأنه سيأكل كل ما يريد دون حساب، وبالتالي إن ضاعت عليه هذه الفرصة، أي فوتها، فإنه سيخسر كثيرا من الطعام، وفوت الفرصة أي ضيعها، والفرصة الذهبية أي الفرصة الثمينة، الفرصة الكبيرة والمهمة بالنسبة إليه. غم وحزن. عندما دخل هو وزوجته عند بيت مضيفه ولم يجد أحدا، أصابه غم وحزن، لأنه ظن أن الطعام قد تم أكله بشكل كامل، فهو في غم أي في حزن شديد. نجيب عن الأسئلة من النص. السؤال الأول: كيف كان أشعب؟ وهل نجحت امرأته في معالجته؟ السؤال الثاني: كيف تلقى أشعب الدعوة؟ وماذا طلب إلى زوجته؟ ولماذا؟ أحبائي، أوقفوا الفيديو، حاولوا إيجاد الإجابات من النص، ثم تتابعونا معي. كيف كان أشعب؟ وهل نجحت امرأته في معالجته؟ كان أشعب شرها نهما، وكانت امرأته تحاول تخفيف تعلقه بالطعام والشراب فلم تفلح. كيف تلقى أشعب الدعوة؟ وماذا طلب إلى زوجته؟ ولماذا؟ تلقى أشعب الدعوة بحماسة، وطلب إلى زوجته أن تترك ترتيب المنزل وتسرع في ارتداء ثيابها خوفا من تضييع فرصته الذهبية. السؤال الثالث: كيف خرج أشعب من منزله؟ السؤال الرابع: ما ظن أشعب عند وصوله؟ وماذا قال له صاحب الدعوة؟ مرة ثانية، أوقفوا الفيديو، حاولوا إيجاد الإجابات من النص، ثم تتابعونا معي. كيف خرج أشعب من منزله؟ خرج أشعب من منزله مسرعاً وصارخاً في زوجته، ظناً منه أنه تأخر عن الموعد. ما ظن أشعب عند وصوله؟ وماذا قال له صاحب الدعوة؟ ظن أشعب أن الضيوف قد أكلوا الطعام كله وذهبوا، لكن صاحب الدعوة قال له: تفضلا، أهلا وسهلا، إنكما أول القادمين. السؤال الأخير: أستخرج من النص الكلمات والعبارات التي ترتبط بحب الأكل، ماذا نفعل يا أحبائي؟ أحسنتم، نوقف الفيديو، نبحث عن الإجابة في النص، ثم نتابع مع المعلمة. أستخرج من النص الكلمات والعبارات التي ترتبط بحب الأكل: شرها، نهما، تعلقه بالطعام، دعوة إلى العشاء، نلحق بركب الآكلين، أكلوا الطعام كله، هرعا إلى المائدة، جلس في رأسها منتظرة. ماذا تعلمنا اليوم؟ قرأنا صورة الدرس.
تعرفنا إلى مفردات جديدة، قرأنا النص وأجبنا عن أسئلة حوله، وأخيراً الوظيفة البيتية. التدرب على القراءة كان أشعب حتى فوق النار. قراءة شرح المفردات الجديدة والأسئلة في فهم النص. دمتم بخير، إلى اللقاء.